السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين؟ ايه وحشتونا جدا جدا جدا. الفيديو النهاردة يا جماعة جامد. ممنوع احمد يقول ايه؟ لا. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو. النهاردة يوم كامل احمد يقول نعم لماما، ممنوع يقول لا. تعالوا مع بعض نبدأ الفيديو، بس قبل ما نبدأ عايزين ايه؟ اشتيتوا في التنوط فعلوا الدرج، يلا بينا نبدأ. بتعمل ايه؟ استنى استنى استنى، بتعمل ايه؟ ممنوع، رجعها مكانها تاني. ممنوع، رجعها مكانها تاني. رجعها يا احمد مكانها. اتفضل بقى رجعها مكانها تاني. ما هو التحدي كده يا احمد، ان انت لازم تسمع كلامي وممنوع تقول لي لا. يعني كل ما اقولك على حاجة تعملها تنفذها. شاطر. هتطلع ازاي بقى؟ هتطلع كده ازاي؟ يلا اطلع. دي كمان ممنوع، قوم من عليه. ممنوع، قوم يلا. لا ممنوع النوم، خد خد تعالى تعالى تعالى. هقولك على حاجة احلى. ممنوع ممنوع، تعالى اقعد هنا. تعالى ما تقعدش هنا، اقعد هناك. اقعد هناك ليه؟ اقعد بس هتعرف دلوقتي ليه. ايوه اقعد هنا مؤدب كده عشان انا هقول لك على حاجه دلوقتي. ايه ايه بس؟ لا مش هقولها لك، اصبر اصبر. دي واحده. طب ايه هشربه؟ دي كمان ممنوع؟ لا مش ممنوع، اتفضل اشرب. نعم. تعالى هقول لك على حاجه. ايه؟ خد البتاع دي زي ما انت اكده، اتفضل. انا عايز عارف ايه؟ انا عايز تاكل البيضه دي كلها. ايوه تاكل البيضه دي كلها. صفاي. لا تاكلها كلها. ممنوع تقول لا. ممنوع تقول لي ايه؟ لا خلاصها كلها. ممنوع تقول لي لا. يا ماما انا مش عايزه اكل الصفاي. عايزه اقول لك على حاجه، وفي حد ياكل البيض اللون الابيض ويسيب الصفار؟ ما ينفعش، لازم تاكل البيضه كامله. انا مش بحب الصفاي. طب جرب تاكله عشان النهارده تحدي. ممنوع تقول لا، انت هتخسر التحدي. انا طيب ومش بحبه. جرب. ما عشان احنا بنصور لازم بقى تجرب. كلها كلها. كل بيدك اليمين عشان حرام يا احمد، مش احنا اتفقنا اللي بياكل بياكل بايده ايه؟ اليمين مش الشمال عشان حرام. ايوه دي ايدك اليمين. شاطر، برافو عليك. يلا بقى خلصها كلها كلها كلها. اليمين اليمين. يا سلام، يبقى كده اكلت البيضه كامله؟ انت بتضحك عليا؟ سيب يلا كل البيضه، سيبها سيب سيب التانية كده. اول نقطه ليك ان انت كده بدات ان انت تخسر التحدي. انت لازم تقول لي نعم طول اليوم، اللي اقولك عليه تنفذه. سيبها سيبها. ممنوع تقول لا. تعالى البس الحمام. لا البس ده، البس دول. هلبسهم. البس الطقم ده وتعالى. هلبسهم تحت ده. ازاي تحت ده؟ يلا البس الطقم ده. هو يا جماعه ما بيحبش الطقم ده اصلا، فعشان كده خليته هيلبسه. يلا اتفضل البسه. البس. شاطر، بص كده انت نضيف بقى وجميل. اعدل بقى بتاع التيشيرت من البنطلون من تحت، البرموده بتاعتك اعدله من تحت. احمد بتعمل ايه؟ ممنوع التاب. ممنوع. بتعمل ايه؟ بص انا ممكن اقولك هتلعب ايه عشان انت زعلان عشان التاب. تعالى هقولك. تعالى بص 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 بص. تعالى ليه؟ كنت هقعد. تعالى بص.
ها ايه رأيك؟ مش البولينج احلى؟ يلا ده احلى من التاب. يلا واحد اتنين تلاتة العب. شاطر برافو عليك. يلا طلع التانيين، فاضل لك واحدة. شاطر. العب معاك طيب؟ خد يلا رص والعب بقى مع نفسك كده، ده احلى من التاني. ما تخلوهمش جنب بعض يعني، فرقوا. على فكره ممكن نعملهم كده، اعملهم كده جرب كده شوف هتعرف تلعب بيهم. هتكون سهل كده هيبقى اصعب. اوه طلع. ها اعمل المعلومة. شاطر برافو عليك. رسهم شكل اصعب، خليهم ورا بعض. ايوه كده خليهم صف ورا بعض اهو وكده. هات الكورة، هات الكورة. ايوه اهي تعالى اقف هنا. اتنين تلاتة احدي. شاطر بقى كله. مش كده احلى؟ كده احلى ولا التاب؟ كده احلى. اه وممكن كمان هلعبك كمان لعبة، بس يلا ممكن كمان تلعب بده. بص مجموعة بازية طير اللي انت بتحبها اهي، ممكن تلعب بيها. تعالى رصها هنا رصها مع بعض. انت خدت الحاجات دي ليه؟ ايه؟ تعمل ايه؟ بلعب. تلعب بازية طير؟ طيب يلا العب. ممكن تاخد بقية المجموعة تحطها على الأرض تلعب عليها. خدها خدها من ايدي. بصوا يا جماعه، بصوا يا ريت كل اللي عنده لعب يطلع يلعب بيها وما يقعدش على التابلت كتير، عشان غلط ان احنا نقعد قدام التابلت كتير. صح يا احمد؟ الالعاب دي كويسه وبتنمي الذكاء، وفي العاب المكعبات والعاب لعبه البولينج، في العاب كتير حلوه ومفيده وبتنمي الذكاء احسن من التابلت، وان احنا نفضل قاعدين طول النهار قدام التابلت او قدام التليفون او التلفزيون. يلا بقى العب بيها. هيا استنى استنى، انت بتعمل ايه؟ ما تفتحش الشيبسي. ايه استنى، ممنوع ما تفتحش كيس الشيبسي. انا هقول لك ممكن تاكل ايه. هي هات الكيس الشيبسي ده الشيتوس. ممكن اقول لك هتاكل ايه احلى من الشيبسي واحلى من الدوريتس واحلى من الحاجات اللي انت بتاكلها دي كلها ومفيد. عنب، السلة بيه. انا مش بحبه. في حد محبش العنب؟ ده العنب جميل اهو. طب عايز ايه؟ عاوز شيبس. لا عاوز حاجة حاجة يعني، مش حاجة فاكهة مسكرة. طيب ممكن تاكل ده. انا بحب ده. ايوه كده بالراحة بالراحة بالراحة. ايوه مني هقولك على حاجة، بدل ما نجيب الشيبسي والدوريتوز والحاجات اللي هي مش مفيدة، الحاجات دي كلها مش صحية، ممكن بقى ناكل الحاجات الصحية دي. ممكن نجيب لب وسوداني، اللب بجميع أنواعه، وفي مقرمشات كتيرة حلوة طبيعية في الكاجو وفي الحاجات التانية دي برضو، لو انتوا بتحبوها ممكن تجيبوها. الحاجات دي مفيدة أكتر من الـ من الـ زي ما قلت لكم من الشيبسيات وكده. صح يا أحمد؟ واللي مفيد أكتر الفاكهة بقى، الفاكهة يعني عايزين تسلوا تسلوا بالفاكهة برضو حلوة. يا جماعة في حد اسمه شاي أسباني. أه أحمد بيحبه، بيجيب دايما فشار أسباني، بس ده اللي لقيته موجود عندنا. وشطبون حيطش وفشاي وشطبون. خلاص النهاردة ممنوع تقول لي لأ، فأنت هتاكل ده وممنوع الشيبسي. ماشي؟ من شايف الفوضى دي؟ انا دلوقتي نظفتها يعني نفضتها يعني وعملتها كده في الارض عشان كنت بنظف الليفينج. فانت بقى عليك ترص بقى الحاجات دي. يلا رصها. شيل دي الاول. لا انا شلتها ونظفتها. يلا انت اللي عليك ترص. انا مش السدات. لا بص بص يا احمد افهمني، انا نظفتها وكل حاجه، انت بس هترص المخدات والخضريات. يلا بقى بسرعه. ممنوع تقول لي ايه؟ ممنوع تقول لي لا. ممنوع. ايوه ممنوع تقول لي لا. يلا بسرعه. ايه ده انت يبقى كده هتخلص على المغرب بقى. ممنوع تقول لا، يعني كل حاجه اقولها لك تقول لي نعم، يعني تعملها على طول، كل حاجه تنفذها على طول. يعني قلت لا.
شاطر، برافو عليك، يلا بسرعة. لا ناحية التانية، ناحية التانية دي ما بيتحطش فيها. هنا هنا، ايوه هنا، بس كده حلو. بص الخضريات بقى، رص المخدات وتعب، رص اللي هي الحاجات دي وتعب. يلا بس رص الحاجات التانية، يلا بسرعة. ايه؟ طب قوم قوم يلا، عشان لسه 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 اليوم طويل. قوم بتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ قاعد اتفرج على التلفزيون. ممنوع كرتون، اطفي اطفي التلفزيون. بس انا قاعد اتفرج على كرتون. ممنوع التلفزيون وممنوع تقول لي لا. هات الريموت، هات الريموت، هات هات الريموت. ممنوع تقول لا، هات الريموت، هات. اطفي بقى التلفزيون، اطفي التلفزيون. يلا ممنوع كرتون اليوم، يلا ممنوع الكرتون، اطفي التلفزيون، اطفي 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 يا احمد. ممنوع تقول لا، شاطر اطفي. ضلوا اقعد، مفيش كرتون النهارده. يا ماما ايه النهارده؟ احنا عاملين التحدي ممنوع تقول لا. زعلان ازاي؟ عشان مفيش كرتون اليوم ده. انا بص هظبطك يا مفيش كرتون برضه. في ممنوع تمسك الريموت، اهو الريموت اهو، ممنوع تمسك الريموت، ممنوع. مش ممنوع، ممنوع تقول لي لا. عجبتكم الفيديو يا جماعه؟ ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وباي.